اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. دي كانت الارقام حتى هذه اللحظه. هنبتدي بقى نحسب لريني فايلر خلال الايام القادمه، ولكن دايما زي ما انا بقولها، ما بحبش اقول اكتر من كده، ولكن البشاير جيده ان احنا عندنا مدير فني جيد جدا، ماسك ادواته بشكل جيد، عنده مجموعه جيده من اللاعبين، يقدر يعمل، بيحط سيستم واللعيبه اللي بتمشي داخل السيستم من ضمن هؤلاء اللاعبين. وانا من وجهه نظري ان اهم شيء او اهم ما يثبت نجاح المعسكر الخارجي والمعسكر الداخلي للنادي الاهلي خلال الفتره السابقه او منذ توقف الدوري وحتى الان، لعيب واحد. بقيه اللاعبين طبعا، ولكن انا بالنسبه لي لعيب واحد، وليد سليمان راجع بسم الله ما شاء الله بعد فتره توقف 51 يوم. امارات، معسكر في الامارات جاي اثبت نجاحه. انا بالنسبه لي هذا المعسكر، وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ولكن انا دايما لما باجي اتكلم في الحاجات دي بتكلمها عشان اللي كانوا قايلين ان الناس رايحه اصل ايه تهزر وده معسكر فاشل. فاكرين لما قلت لحضراتكم ده معسكر يا اخي، ده والله ده رايحين نتفسحوا. طب يا اخي رايحين يا رب نقعد نتفسح كده كتير ونظهر بهذا المستوى بهذا الشكل؟ ف وليد سليمان بالنسبه لي هاتريك، ثلاث اهداف بشكل رائع، وثلاث اهداف مختلفين، شوطه من بره، متابعه، كره اتلعبت له بالعرض حطها بدماغه، الجون فاضي في الجون الثاني او في الجون الثالث، ولكن في النهايه التمركز بالنسبه لوليد سليمان فين؟ اهي الاجوان امام حضراتكم، ده الجون الاول. دي مهاره بنحاول نعلمها لشباب الاجيال كلها، بتحاول تعلمها للشباب او الناشئين اللي متواجدين، ان هم يقدروا يشوطوا من بره يجيب جون. ممكن كنت تكسب 1-0 بالهدف ده. الكره اللي بعد كده كره اتلعبت بالعرض، لقاها قدامه عملها كده، لقاها كده قدامه، بص حضراتكم اهو لمسها، بيحسه كده ام لمسها. الجون الثالث، التمركز الصحيح لوليد سليمان خلاه يبقى واقف في المنطقه دي، خلى الكره تجيله. تخيلوا لما هو، لو وليد مش واقف هنا كان ايه اللي حصل؟ لو وليد مش واقف هنا خلاص الكره كان يطلعها لاعب الجونه. وبالتالي وليد وبقيه اللاعبين، يعني وليد ومروان واجايو، بقيه اللاعبين اللي ما كانوش مع المنتخبات، قد ايه ان المعسكر ده كان ناجح، قد ايه ان الفتره السابقه، مش المعسكر الخارجي بس، انا بتكلم على النادي الاهلي، فالمعسكر الخارجي والداخلي. ما هو كان عندنا معسكر داخلي اللي هو يعني ايه، اللعيبه بتتمرن الصبح وبعد الظهر وبتقعد في الاوضه شويه، اللي هو اليوم الكامل يعني. فمعسكر او فترة توقف استطاع النادي الأهلي أن يستفيد منها. النهارده مدرب سباستيان دي سابغ، المدير الفني لبيراميدز، اتكلم عن إن ال 51 يوم فرقوا معايا كتير. ماشي. فرق الزمالك، مدرب الزمالك قال لك ال 51 يوم فرقوا معايا كتير. مدرب بقية الأندية قال لك، كابتن حلمي طولان بالمناسبة قال لك ال 51 فرقوا معايا إيجابياً كتير. فبالتالي خلينا نقول ان النادي الاهلي استطاع ان يستفيد من هذه الفتره، بدليل ثلاث اهداف استطاع ان يحرزهم وليد سليمان، ومش ثلاث اهداف بس، ولكن تحركات وليد طوال المباراه. هو عموما ملعب الجونه وشه حلو على وليد. ملعب الجونه وليد قبل كده سجل في بطوله دوري ابطال افريقيا لما كان الاهلي بيلاعب الزمالك وكسب 4-2 تحت قياده المدير الفني النجم الكبير الكابتن محمد يوسف. عموما خلينا نروح نشوف تقرير عن اصحاب الهاتريك في تاريخ النادي الاهلي، ونرجع بقى هفتح معاكم موضوع بسيط جدا، وبعد كده نستقبل ضيوفنا الكبار.